مرة كان في إصلاحات في الأزهر هنا كده عند الباب الخارجي ده، ولما دخل الشيخ صالح وجد التراب، فقال ما هذا؟ هما لسه بيصلحوا الأرض، فوجد كوم التراب كده والبلاط متكسر والتراب. قال التراب ده وحش وشكله مش حلو، فنام في ليلته فرأى بعض أولياء الله الصالحين يقول له: هذا تراب الأزهر. سجد على كل ذرة منها ولي من أولياء الله. الله أكبر. ما شاء الله.